وايضا يسمعون اسرقة فنان فهد العودة وسفر الحوالي، هل ننصحهم بعدم سمع ذلك؟ هل نستطيع ان نسمع الشيخ سفر فنان العودة وسفر الحوالي شيخ؟ هذه بارك الله فيك، الخير الذي في اسرقتهم موجود في غيره. نعم. وهم بعض اسرقتهم عليها مؤاخذة. نعم. بعض اسرقتهم ملكم لها. ولا اقدر من يملك لنا بين هذا وهذا. إذا ما الشيخ تنصحنا قاعد انت مع أسرقتهم؟ لا، أنصحك بأن تسمع أسرقة الشيخ بن باز. نعم. أسرقة الشيخ الألباني. نعم. أسرقة العلماء المعروفين بالاعتدال. نعم. وعدم الثورة الفكرية. شيخ، وإذا كان الخلاف في هذه القضية مثلا أنهم يكثرون الحكام ويقولون بأن يوجد جهاد مثلا في الجزائر ويسمعون أسرقة سلمان وسفر الحوالي، هل هذا الخلاف الشيخ خلاف فرعي أم هو خلاف في الأصول الشيخ؟ أنا هذا خلاف عقدي. نعم. لأن من قول السنة الجماعة هل لا يكفر أحد بذنب؟ هنا الشيخ علما أنهم لا يكفرون صاحب الكبيرة وكذا، ولكن إلا الحكام يقولون ويأتون بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يكفرون الحكام فقط. هذا الآية فيها آثر عن ابن عباس. نعم. أن المواد الكفرة الذي لا يخرج من الملة، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم فسوق وكتاب الكفر. نعم.